المدينة الأندلسية تفيض على زائريها بعبق التاريخ. هنا قبل أن يحل موعد الوفاة يستعد أهلها للممات، وللأحياء في دستور قبور مؤجلة إلى حين. حينها سيغادرون منزلهم نحو هذا المنزول كما يسمون. هذا المنزول متاعي بخلاف المنزل متاعي غادي، هذا المنزول قريب هنا، اخترته لنا البلاصة هذه بحذا مالية بحذا بابا بحذا عمي بحذا جدودي، حفرته بذي رغم اللي أنا مازلت صغير، الله أعلم موت غدوة بعد عام بعد 100 عام أسكره له. في حياتهم إذن منزل ومنزول، هو مسكنهم تحت الأرض، يحفرونه بأيديهم، يختارون مكانه بعناية إلى جانب ذويهم ووالديهم وأحب الناس إليهم. في دستور لقدر الوفاة يستعدون، وللموت المفاجئ جاهزون قبل أن يأتي وباء كورونا الذي غير مقاييس الدفن. وتأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تعلمون، ما تدريش على الموت وقت تجي، لازم كيما نحضر دار الحياة ديما نخمو في دار الممات. هذا هي عادة ضاربة في القدم، هذه أمارة المنزول ينتظر صاحبه متى يأتي أجله. إلى ذلك لا يستجدي المرء لخالقه بغير الدعاء. ما نراه غريبا هو واقع في دستور، يبني الناس قبورهم بأيديهم وهم على قيد الحياة، يأتون إلى هذه المقبرة لحفرها كما يشاءون ثم ينصرفون منها إلى حين مفارقة الحياة. هم ببساطة يتعاملون مع المستقبل بصيغة الماضي. بسم الدعاسي، العربي، تونس.